السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لقلوبكم النظرة وكل الشكر والثناء لمتابعتكم لبرنامج صباح الخير يا كويت، وأجمل تحية أيضا لزميلتي غادة صباح جورد. يسعد صباحك عبد الرضا، صباحكم ورد وسعادة مشاهدينا، وحياكم الله معنا في إطلالة صباحية جديدة من صباحات الكويت الجميلة. بداية يوم جديد وأسبوع جديد، الجو خيال مثل ما نقول، ولا غلطة، غيم وبريدات حلوة ومطر خفيف ورشة مطر حلوة. سبحان الله، نعم. يعني الله يسعد أيامكم ويجعلها بروعة هذا اليوم والجو اللطيف اللي فيه. فعلا، ومع هذا المطر يمكن الهواء شوية شاد، يعني مو حيل لكن شوية شاد، وراح يخف بالليل، راح يكون وايد أهدى، بالتالي أيضا حتى البحر راح يكون أهدى. لكن كل الأحوال إحنا ما زلنا في موسم السريات، ودائما طبعا يحذرون في هذا الموسم من خروج البحر، فديرون بالكم. مثل ما قلنا الهواء شاد في هذا النهار، لكن راح يخف إن شاء الله بالليل وأيضا بكرة، ولعل المطر أيضا لعودة مرة أخرى بعد يومين كذي، والهواء ما بين شد وهدوء شوية في الأيام القادمة بإذن الله. صحيح، يعني نتوقع أي شيء لأنها موسم السرايات وكذي، نعم. ونستمتع في ربيعنا الجميل في الكويت الغالية استعدادا لاستقبال صيفنا الحار جدا. إن شاء الله يكون بارد بنسمات هذه البرودة الجميلة اللي قاعد نعيشها في هذه الأيام. فعلا، ونحن ما زلنا في بداية الثلاثينيات في درجات الحرارة، تقريبا اليوم درجة حرارة 33، والصغرى طبعا بتكون في بداية العشرينيات، لكن خلينا نشوف مع بعض التفاصيل في الفقرة الجوية. من جديد بنروح معاكم ونشوف اخبار طرقات الكويت الغاليه مع النقيب عبد الله ابو حسن، ضابط قسم العلاقات العامه والتوعيه المروريه بالاداره العامه للمرور. بعد هذا الفاصل بيكون لك الهوى نقيب عبد الله ابو حسن، ويسعد صباحك. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين، بكل خير أصبح عليكم في بداية أسبوع جديدة، كذلك أصبح على زملائنا بالاستديو وعلى جميع قائدين الطرق اللي حاليا متواجدين على الطرقات. يمكن بالنسبة للحركة المرورية لهذا اليوم، احنا حاليا متواجدين بالغرب من دوار الأمم المتحدة، قاعد نشاهد ونراقب الحركة المرورية رغم وجود بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، لكن نتمنى من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع هطول الأمطار الخفيفة قد يكون هناك انزلاق للمركبات، وكذلك قد يكون نوعا ما تجمع لبعض المياه، لكن نتمنى منهم
انهم ياخذون الحيطه والحذر حتى يتفادون جميع الحوادث المروريه. بالنسبه للحركه المروريه لهذا اليوم والبلاغات اللي وردتنا لغرفه عمليات وزاره الداخليه، كان عندنا بلاغ تصادم القادم من نازل من وسط الدوحه باتجاه الجهره، حادث من مركبه واحده، لكن نتمنى كذلك السلامه للمصاب وكذلك رجال المرور متواجدين في نفس موقع الحادث لتامين وتسهيل الحركه المروريه. اما بالنسبه لبقيه الطرقات، قاعد نشاهد الكثافه المروريه بدات تزيد تدريجيا على الطرق الرئيسيه والسريعه والمؤديه الى المدينه، واللي من ابرزها يمكن طريق الدائر السادس مقابل منطقه الجليب، وكذلك ما بين منطقه صباح سالم ومنطقه مشرف نتيجه وجود بعض التعديلات الخاصه في الطرق. كذلك بالنسبه للدائر الخامس الكثافه المروريه نوعا ما عاليه بالنسبه للقادم من السالميه باتجاه الجهره. اما بالنسبه لطريق الدائر الرابع فالكثافه المروريه ما بين تقريبا ما بين منطقه حولي ومنطقه الجابريه. اما بالنسبه لطريق الملك فهد فبدت الكثافه تزيد تدريجيا حاليا من بعد الدائر السادس باتجاه المدينه. كذلك بالنسبه لطريق الملك عبد العزيز الكثافه المروريه من بعد الدائر السادس تزيد تدريجيا باتجاه المدينه. اما بالنسبه لشارع الخليج العربي فالحركه فيه سالكه نوعا ما، الكثافه المروريه تزيد في هذه الاوقات وخاصه اوقات الذروه اللي هما بعد الساعه 7 حتى الساعه 8 تقريبا، من ثم تعود الحركه بشكل طبيعي. لكن نحب نذكر اخواننا قائدي المركبات ان في الوقت الحالي هطول الامطار قد يؤثر على انسيابيه الحركه المروريه، قد يزيد من الكثافه نتيجه تقليل من معدل السرعه. من ضروري كذلك من ضروري على قائدي المركبات التقليل من معدل السرعه وكذلك اخذ الحيطه بالحذر وترك مسافه اكبر ما بين المركبات مركبه والمركبه الاخرى، وكذلك الانتباه قدر الامكان الى الطريق خاصه اثناء القياده وعدم الانشغال بغير الطريق. اما بالنسبه يمكن لبعض الاخبار المروريه، اعلنت الاداره العامه للمرور انهم ابتداء من اليوم يتم الغاء حجز مواعيد اختبار القياده بالشكل التقليدي بشكل يدوي وتحويلها عن طريق موقع وزاره الداخليه. يعني بامكان اي شخص حاصل على استماره القياده ان يدخل على موقع وزاره الداخليه ويحجز الموعد حسب ما يناسبه من وقت وتاريخ. كذلك عندنا فترتين، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه، فبامكان ان يختار التاريخ المناسب بالنسبه له كذلك يختار الوقت المناسب. هذا بالنسبه لحجز المواعيد. اما بالنسبه لنشاط الاداره العامه للمرور فمن خلال هذا الاسبوع قامت الاداره العامه للمرور بالعديد من الحملات المروريه اللي اسفرت عن تحرير ما يقارب 25,000 مخالفه مروريه، وكذلك حجز ما يقارب 800 مركبه، وكذلك حجز 16 دراجه، وبالاضافه الى حجز ما يقارب 42 شخص في نظاره المرور نتيجه ارتكابهم لبعض المخالفات الجسيمه، وكذلك ابعاد ما يقارب 7 اشخاص، وكذلك تحويل ما يقارب 13 شخص الى نيابه الاحداث بالنسبه للاشخاص اللي قاعد يقودون مركباتهم بدون حمل رخصه قياده ويكونون احداث. وهذه الرساله للامانه مهمه لاولياء الامور بضروره الحرص على ابنائهم، وخاصه في هذه الفتره فتره اختبارات اللي قد يكون فيها هناك بعض الامور او بعض الاشكالات اللي تصير من قبل قصر الرقابه على ابنائهم واستخدامهم للمركبات بدون الحصول على رخصه قياده. نتمنى للجميع بدايه اسبوع موفقه وخاليه من حوادث مروريه، نتمنى لكم الوصول امن الى مقر اعمالكم. نرجع لزملائنا بالاستديو استكمال بقيه فقرات برنامج صباح خير البيت. إذن ولله الحمد، فظاهر بأن هناك في انسيابية في شوارع دولة الكويت، خصوصا إحنا يعني في الصباح الباكر وبداية الأسبوع، وعادة إحنا متوقعين طبعا زحمة أكثر، لكن الظاهر أيضا بسبب المطر الخفيف طبعا هذا سبب يمكن بطء شوي في حركة السيارات، لكن ولله الحمد مثل ما ذكر نقيب عبد الله بأن هناك فعلا في انسيابية. أيضا يمكن ذكر نقيب عبد الله بأن اعتبارا من اليوم وزارة الداخلية راح تبدأ إن شاء الله بإصدار يمكن أو التسجيل لاختبارات القيادة، راح تكون عن طريق الأونلاين فقط إن شاء الله. الزميلة إيمان عبدين بعد قليل في كويت ترينز راح تعطينا تفصيل اكثر عن هذا الموضوع. زين، نشوف اخبارنا المحليه لهذا الصباح في الكويت، والبدايه مع جريده الجريده والعنوان يقول 18 مركزا لاستقبال مصلين في شهر رمضان المبارك. اعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه وزير الدوله لشؤون البلديه ان الاوقاف جهزت 18 مركزا رمضانيا موزعا على محافظات الكويت الست، إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
في خبرنا التالي من جريدة القبس العنوان: العتيبي نائبا لرئيس الجمعية العربية للكلى. حصد رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حمد العيسى لزراعة الأعضاء الدكتور تركي العتيبي منصب نائب رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى، وذلك خلال انتخابات التي جرت لاختبار مجلس والاختيار مجلس إدارة الجمعية الجديد على هامش مؤتمر الجمعية 14 والذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان. في خبرنا التالي من صحيفة الأنباء العنوان: تدشين خدمة التحقق وتعديل الاسم اللاتيني للمقيمين الإلكترونيا يعني باللغة الإنجليزية. أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن إطلاق خدمة السماح للمقيمين بالتحقق وتعديل اسم اللاتيني إلكترونيا أونلاين، ذلك اعتبارا من اليوم وقبل طباعة البطاقة المدنية. في خبرنا التالي في جريدة الوسط العنوان: مجلس الشباب الكويتي محطة محورية جديدة. تجسد فكرة إنشاء مجلس الشباب الكويتي محطة محورية في مسيرة تمكين القدرات الشبابية، خصوصا أنه ثمرة الوثيقة الوطنية الشبابية والتي جاءت في إطار جهود متواصلة من القيادة السياسية في البلاد لتعزيز حضور الشباب بالمجتمع وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. في خبرنا الأخير عندنا جريدة الكويتية الإلكترونية شؤون القصر: تطوير مستمر لخدماتنا للمشمولين برعايتنا. أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية حرص الهيئة على التطوير المستمر لخدماتها المقدمة للقصر والمشمولين برعايتها، سيما في مجال الرعاية الاجتماعية. مثل ما قلنا راح ننتقل بعد قليل إلى آخر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الزميل إيمان عبدين راح تسولف إن شاء الله عن الحجز أونلاين لاختبارات القيادة، وأيضا راح تكلم عن البث المباشر لوزارة الإعلام الموجود طبعا بقنواتها المختلفة في التطبيق اللي موجود على التليفونات، بالإضافة إلى الحديث عن جسر جابر والعمل الإنساني الكويتي وغيرها من أخبار دائما موجودة عند الزميلة إيمان عبدين في كويترينز. خليكم معنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم بجولتنا كويت ترندز واهم واخر الاخبار المتداوله في منصات التواصل الاجتماعي. بنبلش معكم جولتنا من حساب وزاره الداخليه على تويتر، وخبرنا عن ايقاف حجز مواعيد اختبار رخص القياده في جميع الاقسام بالمحافظات، حيث اصبح الحجز فقط عبر الموقع الالكتروني. تابعوا معنا الفيديو على الشاشه. العامة للمرور مؤخرا خدمة موعد حجز اختبار القيادة إلكترونيا، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، علما بأنه تم إيقاف حجز المواعيد في جميع أقسام الاختبارات بكافة المحافظات. يتم الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات الإلكترونية على يمين الشاشة. يقوم المستخدم باختيار خدمة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة والضغط على حجز موعد لاختبار القيادة من القائمة. يوافق المستخدم على الشروط بالضغط على الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم بإدخال الرقم المدني أو رقم المرجع للاستعلام وتحديد موعد لإجراء الاختبار. تتم طباعة الوصل الذي يحتوي على الموعد لإبرازه عند الدخول لقسم الاختبار في اليوم المحدد. حجز مواعيد اختبار القيادة راح يبدأ من اليوم وفقط من خلال الموقع الإلكتروني. مشاهدينا، لأنهم أطفالنا وأرواحهم وأجسادهم أمانة، ومن واجبنا حمايتهم كأي طفل بالعالم ممكن أن يتعرض لاعتداءات أو أي نوع من التعنيف داخل المنزل أو خارجه، وفي إطار اهتمامها ومسؤوليتها الإعلامية والإنسانية وأيضا الاجتماعية، انشرت وزارة الإعلام الكويتية مقطع فيديو توعوي وضحت من خلاله الضرر النفسي والجسدي اللي قد يلحق بالأطفال والإجراءات المتبعة للحد منه. نشوف معكم الفيديو المتداول على الشاشة. أنا ما أبي شعري، ما أبي أسمع، ما أبي أكون مرة.
يتعرض لضرب مبرح. ما أبي أحس. ما أبي أحس. ما أبي أحس. ما يبي يحس بالألم. أنا ما أبي شعر. أنا ما أبي شعر. أنا ما أبي شعر. شعرها صار مصدر ألمها. عيالكم لا يسمعون خلافاتكم. ما أبي أسمع. ما أبي أسمع. ما أبي أسمع. ما ابي اكون مره لنا دايما ينقال لها وتنطق بعد ما ابي اشوف ما يبون يشوفون. أكيد كل من يحاول يعتدي عليهم جسدياً أو معنوياً أو حتى لوظياً راح يحاسب ويعاقب. أما في خبرنا التالي نحمل لكم بشرة سارة رصدناها أيضاً من حساب وزارة الإعلام على تويتر. حالياً تقدرون تستمتعون بمتابعة برامج إذاعة وتلفزيون الكويت من خلال تحميل تطبيق البث المباشر، يعني ما راح يطوفكم أي شيء. عشان التفاصيل نشوف معكم الخبر على الشاشة. خدمة جدا جميلة وراح يستفيد منها متابعين قنوات تلفزيون الكويت، وخصوصا وأن رمضان على الأبواب والتلفزيون بيكون حافل بالمسلسلات والبرامج المتنوعة. وإلى حساب مشروع كويتي بننتقل معكم إلى محطة جديدة في جولة اليوم، ومحطتنا الحين بتكون عن افتتاح رابع أكبر الجسور البحرية في العالم. أنتم على موعد يوم الأربعاء القادم الموافق 1 مايو مع افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد، أحد أضخم مشاريع التنمية بالكويت. شوفوا معنا الفيديو على الشاشة. جسر جابر يحتوي على جزيرتين صناعيتين راح تخصص للاستثمار ومباني حكومية وأيضا مارينا مخصصة للقوارب. محطة الإنجازات كعادتنا من حساب إنجاز كويتي في تويتر، والخبر عن حكام الكويت اللي راح يشاركون في تحكيم بطولة آسيا للناشئين والشباب للكاراتيه والمقامة في ماليزيا. نتابع معكم التفاصيل. إنجاز كويتي جديد لحكام الكويت يشاركون في تحكم بطولة آسيا للناشئين والشباب للكاراتيه والمقامة في ماليزيا تحت هاشتاغ منصور السلطان رئيس لجنة حكام آسيا وناصر بارز مساعد سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي وأيضا أحمد البستكي حكم دولي. مشاهدينا التغريدة نشوفها معكم على الشاشة من حساب إنجاز كويتي اللي تم تداولها في تويتر وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي، وإحنا بدورنا أكيد نبارك لهم هذه المناصب ونتمنى لهم التوفيق. خبرنا القادم عن مجال العمل الإنساني وتحديدا فريق الأمل الجراحي الكويتي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الحالات الحرجة اللي تمت معالجتها في النيجر لطفلة تعاني من حروق في جسمها. نتبع معكم التفاصيل على الشاشة. اليوم قصتنا قصة جدا حزينة. الطفلة شريفة انكب عليها زيت قبل 6 شهور واحترقت، وسبحان الله صارت معها التصاقات إلى أدت إلى أن لا تستطيع حتى الأكل. فإن شاء الله بإذن واحد أحد اليوم الفريق الأمل الطبي الجراحي المتخصص في عمليات التجميل سوف يقوم بإصلاح وتعديل الخلل عند البنت الصغيرة. العملية كانت تحت التخدير العام، استمرت لمدة تقريبا 3 ساعات، أجراها 3 استشاريين في جراحة التجميل والحروق، وسوينا الفصل كامل. تم تغطية المكان برقع جلدية خذناها من منطقة الفخذ. كل شخص تبرع من 2200 شخص اللي تبرعوا في رمضان السابق شاركهم معانا في كل عملية قاعد نسويها.
جزاهم الله خير وكل في ميزان حسناتهم إن شاء الله. مشاهدينا وكعادتنا بنختم بخبرنا التقني لليوم، وبنستعرض لكم من خلال إعلان تطبيق التراسل الشهير الواتساب عن البدء في اختباره لميزة قبول الانضمام للمجموعات اللي راح تتيح القدرة على التحكم واختياركم للي يقدرون يضيفوكم للمجموعات. ولمزيد من تفاصيل الميزة شوفوا معنا الفيديو. بشكل رسمي الواتساب بدأت بتجربة ميزة قبول الدعوات الانضمام للمجموعات. من خلال هذه الميزة راح تقدر تتحكم بالدعوات اللي توصلك للانضمام لأي مجموعة، وراح يكون عندك ثلاث خيارات: الأول الكل، وهو أي شخص يقدر يضيفك لأي مجموعة. الثاني فقط جهات الاتصال حقتك تقدر تضيفك للمجموعات. الثالث ما حد يقدر يضيفك، ولو أي شخص أضافك راح يجيك تنبيه لقبول أو رفض الانضمام للمجموعة زي ما واضح قدامكم، راح تكون على شكل بطاقة وأنت توافق أو ترفض الانضمام للمجموعة. الميزة لا زالت تجريبية، وأتوقع أن خلال أقل من شهر راح تنزل بشكل رسمي للجميع. شكرا على حسن المتابعة، والحين نستكمل معكم باقي فقراتنا من صباح الخير يا كويت، تابعونا. تعلم أنه عندما اكتشف الهاتف لأول مرة رفض العديد من أصحاب الأعمال إدخاله إلى مكاتبهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن خدمات المراسلة لديهم كانت تقوم بالمهام بشكل أسرع. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وأعزائي يحظى إقبال شهر رمضان المبارك بأهمية كبيرة لدى جهات كثيرة ومتعددة، كل جهة بحسب اختصاصها وعملها. من بين هذه الجهات لجنة تعريف الإسلام اللي تستنفر لتزايد الإقبال عليها خصوصا في شهر رمضان المبارك من غير المسلمين للتعرف على الدين الإسلامي. أكيد بلا شك أنشطة كثيرة وفعاليات متنوعة وجهود كبيرة تبذلها لجنة التعريف الإسلام خلال هذا الشهر الفضيل وغيرها على مدار العام. يسعدنا اليوم يكون معنا أكيد ضيفنا الأستاذ فريد العوضي مدير عام لجنة التعريف الإسلامي. يسعد صباحك وحياك الله معنا. حياك الله، يسعد صباحكم إن شاء الله جميعا، صباح الخير في هذا اليوم الجميل. تشرفنا فيك على هذا البلد الجميل. سلمك وحفظك، حديثنا بيكون أجمل أكيد لكن بعد هذا التقرير. لجنة التعريف بالإسلام هي إحدى اللجان التابعة لجمعية النجاة الخيرية، وقد تأسست عام 1399 هجرية الموافق 1978 ميلادية. في هذا العام بدأ تأسيس اللجنة، وكان مقرها عبارة عن غرفة صغيرة. الفكرة فكانت لعدد من الشباب الغيورين على دينهم حين وجدوا أن أمامهم أرضا خصبة للدعوة، وبدأ هؤلاء الفتية في تطبيق الفكرة بتعليم الوافدين بمختلف جنسياتهم، فبدأوا بتعليم اللغة العربية وكيفية النطق بها، ومن ثم تعريفهم بمبادئ الإسلام وقيمه وأركانه. أما حجم الإنجاز الذي تحقق فهو إنجاز مشهود، حيث وصل عدد الذين أشهروا إسلامهم منذ نشأتها إلى أكثر من 61 ألف مهتد ومهتدية من مختلف الجنسيات. إذا
إذا رحب الأستاذ فريد العوضي مدير عام لجنة تعريب الإسلام، حياك الله وما شاء الله عليك، يعني لك باع طويل في المجال الخيري وصار لك سنوات مع لجنة تعريب الإسلام. أستاذي الفاضل، قبل هو كنا قاعدين نسولف ونقول بأن الإسلام دين عظيم يسوغ نفسه بنفسه، فلجنة تعريف الإسلام أيضا ما شاء الله يعني صار لها فوق 40 سنة، حدثنا عن هذا المشوار الطويل للجنة تعريف الإسلام ودورها في أيضا جذب لعل غير المسلمين أيضا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية ودي أشكركم على هذا اللقاء الطيب. هذا اليوم يعني الواحد يطلع من بيته ويهني الطريق بس يريحه يعني، والمطار. ما شاء الله الجو اليوم رائع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الإسلام هو دين يسوق نفسه، دين عظيم يعني. يعني معظم الناس اللي يأتون للدين ويسلمون الناس اللي قرأوا والناس المثقفين. صح. وهي تعتبر أكثر أسرع الأديان انتشارا في العالم الآن على رغم الصعوبات اللي يعني يعانيها، لكن يعتبر من أكثر الأديان انفتاحا وأكثر الناس مثقفين في أوروبا يدخلون في هذا الدين، لأن دين بلا مساهمات كبيرة في الحضارة الإنسانية. الآن كانت فكرة سبحان الله تعريب الإسلام كعادة الأشياء الجميلة تبدي فكرة بسيطة يعني. نعم. واحد من الناس قال أنا يو الناس كثير غير عرب الكويت، والكويت الحمد لله بلد رزق مفتوح للعالم وخيرها الحمد لله فائض على الكل يعني. فخلي الناس يتعلمون اللغة العربية، أسوي كلاس صغير خلي الناس يجون هنا يتعلمون اللغة العربية لما يجون. وهذه الفكرة أساسا كانت هذا في بال، لم يكن في بال أن يفتح تعريف ولا، وابتدوا الناس سبحان الله يتوافدون على هذا الفصول وزاد عدد الفصول، وابتدت الناس تسأل عن الإسلام، فجاءت فكرة التعريف الإسلام. إحنا في التعريف حقيقة يهمنا دخول الناس الإسلام، لكن اللي يهمنا أكبر إن باقتناع، لا انه يعرف الاسلام. صح. يعني تعال تعرف عن الاسلام، سواء شاء يسلم ما شاء يبقى على دينه، في النهايه نحن كلنا اخوان في الانسانيه. صحيح. ونبقى اذا عرفنا بعضنا البعض يعني احيانا لما تصير اشكاليات، اضرب مثال الشخص اللي دخل على المسلمين في نيوزيلندا وذبحهم وصلون، لو عرف هذا الدين، لو سمع في الدين الاسلامي وتعرف عليه، كان يقدم على هذا عمل كهذا أبداً. حتى لو بقي على دينه. صحيح. الشخص اللي بعد شهرين ثلاثة شهور دخل على الكنائس في سريلانكا وذبح الناس فجروا أنفسهم هذين المساكين اللي يعني ضاعوا بدون سبب بدون ذنب يعني. لم يكن يعرف الإسلام الحقيقي. هذا هل كان يعرف الإسلام الحقيقي؟ يعرف أن الإسلام دين محبة وانفتاح وأن الناس إخوة وأن الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات القرآنية يخاطب الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، يخاطب كل الناس. لو علم فرعون يقول العلماء لم يذنب أحد مثل ما أذنب فرعون. صحيح. هو الوحيد اللي قال أنا ربكم الأعلى. الناس كلهم اللي أشركوا واللي كفروا ولا ما حد فيهم قال أنا ربكم إلا فرعون. صح. ومع هذا الله سبحانه وتعالى لما يأتي بموسى وهارون عليهم السلام يقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى. 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 هو يقول الله سبحانه وتعالى إنه طغى. فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر أو يخشى. لو الناس عرفت هذا الدين بالشكل هذا ما كان في عداوات ما كانت في هذه المشاكل، لكن في النهاية نقول إحنا في بلد خير الحمد لله وبلد مفتوح وبلد فيه عدالة ومساواة، ما ظلم عندنا مسيحي ولا ظلم عندنا هندوسي ولا ظلم عندنا مسلم ولا ظلم عندنا أحد، كل من يأتي ويعيش ويشتغل ويعمل ويكسب ويبني في بيته ويبني في حياته بلد الإنسانية. نعم. هذا بلد الإنسانية، أميرها أمير الإنسانية. فلا تستغرب أن تكون فيها تطلع منها كل هذه أعمال الخير، سواء تعريب الإسلام وأعمال إغاثة. ساكم على القوة إن شاء الله. ومن مثل الكويت يطلع منها العمل أبداً الخيري والأعمال الخيرية كلها. أبداً. أستاذ فريد، لو بنتكلم عن اللجنة وعمل الشراكات مع فئات المجتمع الكويتي بكل أشكالها نقول مجالاتها، خلينا نتكلم عن هذه الجهود اللي تقومون فيها حتى تقيمون مثل هذه الشراكات. نعم. طبعا هو في الأساس حنا نعيش في مجتمع يتقبل العمل الخيري. صحيح. وأنا اشتغلت في العمل الخيري 35 سنة لجان مختلفة. ما شاء الله. مع الدكتور سميط الله يرحمه، مع الأمير يوسف الحجي الله يرحمه، مع آخرين. لم واشتغلت ايضا لما كنت ادرس اشتغلت في اللجان الخيريه في الخارج في لندن. صحيح. يعني انا الحمد لله احمد ربي اني انا اعيش في مجتمع يحب الخير، كلهم
بكل طوائفهم، صح، بكل إشكالياتهم، بكل ثقافاتهم، العلماني والليبرالي والإسلامي والطوائف كلها. حب الخير هذا جبل فيهم الحمد لله. الحمد لله، وهذا بركة الدولة أيضا حقيقة تبنت هذا المشروع الخيري. الآن العمل الخيري والعمل الإنساني أصبح سلعة كويتية في العالم، والدولة تبنت هذا الشيء واهتمت فيه وطورته وعملت عليه. أنا أقول لك شيء، لما صارت يعني الشيء بالشيء يذكر، لما صار الهجوم الإرهابي في أمريكا وضربت الأبراج وجت موجة ضغط على العمل الخيري، الدولة الوحيدة التي لم تستجيب لهذا الضغط كانت الكويت، ولم توقف العمل الخيري ودافعت عن العمل الخيري، بس قالوا تعالوا ننظم، شوف من أين ممكن أن نخترق، من أين ممكن أن نخترق، افتحت واستمر العمل الخيري يعني الحمد لله. وذهب أي بلد في العالم، شتى بقاع العالم، تجد هناك بصمة كويتية لله خيرية إنسانية في كل مكان الحمد لله. فالدولة تبنت، الشعب متبني وقابل لهذا الشيء. إذن في أرض خصبة للعمل الإنساني أني أنا أشتغل فيها، فكل الشعب تعاون، وزارة الدولة كلها تعاونت، الداخلية والخارجية والمالية والشؤون والصحة والمطافي، كل نعم تعاون في هذا الشيء، وبالتالي الحمد لله نجد احنا قبال كثير واستمرارية لهذا العمل. واسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لا يبدل علينا. انا اقول دائما يا اخوان، انا عملت في العمل الخيري، انا عندي يقين صادق ما اشك فيه ان الله سبحانه وتعالى يحمي هذا البلد ولله الحمد. الله لا يغير علينا إن شاء الله. سفريد، ذكرت لعل اللغة العربية والدعوة الإسلامية ككل في لجنة تعريف الإسلام، ماذا تركز عليه يعني خلينا نقول أيضا في هذه الدعوة وأيضا في المناحي التعليمية في اللجنة؟ احنا طبعا أول شيء نسعى له أن احنا نفهم سواء المسلم المهتدي اللي اهتدى أو الجالية المسلمة اللي ما تعرف اللغة العربية أو أي شخص يبي يسأل عن الإسلام ويتعرف عن الإسلام، إن هذا الإسلام الصحيح، هذا الإسلام الوسط اللي يتقبل الآخرين ويتعايش معهم أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم وطريقة عملهم وطريقة حياتهم. في النهاية هذا إسلام دين شامل عالمي إلهي مكمل الأديان التي سبقت، لا نستعلي عليهم ولا ننبذهم لهم. هذا شيء أساسي. الشيء الآخر إن احنا الشخص هذا يأتي الكويت وما عنده خلفية المجتمع الكويتي، صحيح الإسلام جزء من ثقافة المجتمع الكويتي العام، الثقافة الكويتية والعادات الكويتية هي جزء من الإسلام، فهذين مترابطين هم اثنين مع بعض، فمن أراد أن يفهم عاداتنا وتقاليدنا عليه أن يعرف ديننا، والعكس هو الصحيح، لأن العادات والتقاليد متأثرة بالدين، ومن العادات والتقاليد المهمة عندنا التسامح، صحيح أن احنا ما عندنا مشكلة مع أي واحد يعيش معنا. اللغة العربية أيضا مهمة، كثير من الناس يأتون وهو سيعيش في بلد عربي يحتاج الحرف العربي، الكلمة العربية حتى يسهل التواصل، يقدر يتواصل مع الآخرين. أيضا احنا نوفر له هذا الشيء. عندنا أيضا مشاريع إعانة، في بعض كثير منهم يأتون إلى الكويت وتحصل عنده مشاكل بسبب اللغة كمثال، صحيح. عندنا مترجمين يشتغلون مع وزارة العدل، أي وقت تحتاج وزارة، أي مخفر يحتاج يتصل أنا يقول تعالوا أنا عندي شخص لغة الفلانية، لأن احنا عندنا ما شاء الله 90 داعية، عندنا 14 أو 17 لغة نشتغل ما شاء الله. فيجون يقولون والله تعال نحتاج مترجم، نحتاج كذا، أحيانا نحتاج مساعدة مادية لهذا الشخص متوهق، صحيح. يبي يروح بلده ما عنده، أيضا نوفر له. في النهاية احنا نبي يطلع من الكويت سواء جلس فيها إلى ما شاء الله أو خرج، إنه يرجع بانطباع طيب عن هذا البلد، صحيح. لأن البلد هذا طيب فيعني يستاهل ان احنا نبرز هذا الابراز الحسن. قواكم الله وانتم دائما كذلك. استاذ فريد، يعني الكل عنده يران، عنده عماله في المنزل، عنده اصدقاء غير المسلمين وحاب انهم يدخلون في الدين الاسلامي. طيب شلون ممكن تكون مقومات الدعوه؟ يعني شلون ممكن هذا الانسان او ايا كان حاب يدخل الناس في الدين الاسلامي يكون داعيه؟ نعم. شنو هي المقومات وشو ممكن يكون؟ نعم. طبعا هي الدعوة لله سبحانه وتعالى فرض، صحيح، لكن هو فرض كفاية، إذا قاموا فيه بعض الناس سقط عن باقي الآخرين، واللجان يعني سواء التعريف أو غيرها حقيقة تقوم في هذا المقام يعني بالنيابة عن الشعب الكويتي، عن الكويت كلها. ولكن هذا لا يعفي الآخرين من أنهم يعني يقومون بدورهم، وهو دور بسيط جدا. أنا في يوم من الأيام كنت أزور أحد المراكز عندنا، المراكز النسائية،
والتقيت في احدى المهتديات، سالتها ليش اسلمت؟ بكت تبكي سبحان انا بكت فيها. زين شوي يلا هدوها، قالها بس قولي انت شنو؟ قالت انا ماما هي خلتني اصير مسلمه. شلون صرت صح لك المنزل الشرعي؟ نعم. قالت عاملتني معامله وايد حلوه. مثال حسن للاسلام. نعم. وايد حلوه، يعني ما تصارخ، ما تطيق، تعطيني، تكرمني. اكون مريضه تقولي روح ارتاح، تقول. فانا استغربت على هذه المعامله الحسنه، فابتديت اسال. وعن طريقها اهتديت لهذا الدين الجميل. انا اقول ساعات وكثير من الاحيان التعامل الانساني مع الاخر صحيح يشد الى هذا الدين. والدين اخلاق كونوا زين لنا. هذا يعني هذا الشيء هو اخلاقنا احنا نعطيها للاخرين. صحيح. فالتعامل الطيب والاسوه الحسنه هي التي تشد الاخرين. نقطه ثانيه وايد مهمه بالذات يشدني هذا في موضوع الخدم اللي في البيوت. قلنا ان يعني اكثر اسباب الاسلام هو المعامله الحسنه، بس المعامله الحسنه وايد مهمه حتى في موضوع ثاني غير الاسلام، لان انا كنت اشوف الحين الفقره اللي سابقه تغيير. نعم. ايذاء الاطفال واعتداء عليهم كثير من الاحيان، يعني الحمد لله ما عندنا، لكن ترين في يعني في قصص تسمعين ان الام تسيء معامله الخادم وبعدين تسلمها عز ما تملك. صح، هذه تطلع حرتها، تعطيها حشاشة يوفا وتروح الشغل 8 ساعات 6 ساعات خبصة، وهذا المسكين المظلوم لا حول له ولا قوة إلا بالله، هذه تنتقم منه. أحيانا أيضا دفاعنا عن أولادنا وعن عن 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 بيوتنا يستوجب المعاملة الحسنة حق الشخص اللي يشتغل معنا. وبالنهاية يعني حتيجي مثل ما يقولون نتيجة لهذا الشيء، الناس حيدخلون يحبون الدين. صحيح. فمعظم الحالات حقيقة يأتي بمعاملة حسنة، يأتي شخص تعامل مع شخص معه بالدوام، معه في المدرسة، معه معاملة جيدة شد إلى الدين. سبحان الله. أستاذ فريد، ونحن مقبلون على شهر الخير، ماذا عن مشروع إفطار صائم ولا أم صائم؟ احنا طبعا هذا مشروع سنوي الحمد لله. الناس المحتاجة سواء المهتدين والجاليات وحتى غير المسلمين نقدم لهم وجبات افطار في رمضان، ايضا عشان نعرفهم على رمضان وعلى هذه المناسبه اللي تعيشها الكويت، وتتعاون جهه الدوله معنا يعني الامانه العامه للاوقاف وبيت الزكاه ومتبرعين جزاهم الله خير فاعلين خير. يعني نقدم احنا الان ان شاء الله السنه هذه نتوقع ان نصل الى 100,000 وجبه ساخنه نقدمها للناس، لكن هذا يتم بتعاون مع جهات اخرى الحمد لله، ويجد اقبال طبعا، وايضا فرصه انهم يجون يتعرفون على والحمد لله الكويت كلها مليانه الحمد لله. يعني المساجد ما شاء الله فيها ولا مفطار، الناس تصف، الديوانيات خير سبحان الله، هذا البلد خير مو طبيعي. يعني صح، بس بهذا الشهر ما شاء الله يصير فيض من هو شهر خير يعني. اي والله. استاذ فريد، كم تبلغ قيمه هذه الوجبه والمناطق اللي راح يتم التوزيع فيها؟ الوجبة قيمتها يعني احنا يمكن وجباتنا من اغلى الوجبات اللي موجودة بوجبات الافطار، احنا يعني تكلفنا دينار وربع الوجبة، لكن وجبة مرتبة يعني صحن حافظ الحرارة تشبع العين وتشبع المعدة. نعم صحن يعني وجبة يعني عليها القيمة ما شاء الله. بالتالي لما تعطي هذا الشخص اللي امامك ايضا تعطي شيء جيد. صحيح. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. اي نعم. فحيتوزع على معظم مناطق الكويت خصوصا المناطق اللي تواجد فيها جاليات يعني. صحيح. هذا العمل الكبير والجهد الضخم وسنوات طويله، يا ترى من هم زملائك العاملين في اللجنه؟ يعني من اي شرائح ومنهم اجمالا؟ والله كثيرين الحمد لله، يعني من معظم شارع الكويت الناس يشتغلون معنا سواء كويتيين او غير كويتيين، ولهم الفضل الكبير حقيقه في هذا العمل. ومن الجنسين بالطبع. اي نعم. 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 ومن الجنسين، احنا عندنا انشط قسم القسم النسائي ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم تبارك الله، يعني مغطين الكويت كلها ونشيطين وبني ما نبي نتكلم انجليزي يعني، لكن يعني ما شاء الله يعني طاقه يعني. والان هم عندهم مشروع كبير قاعد يسوونه، بناء وقف تعريف للاسلام في صباح السالم. هذا ان شاء الله حيكون الميجا بروجكت مال التعريف، هم اللي قائمين عليه، هم متابعينه، هم اللي يصمموه، هم اللي يجمعون التبرعات، هم يعني عليهم. ما شاء الله احنا نتعاون نصير وراهم هنا. أكيد.
انتقدها دائما. استاذ فريد، كونك مدير لجنه التعريف بالاسلام واكيد العاملين معك في هذا المضمار الجميل اللي كله خير ومردوده ايضا خير على الاشخاص نفسهم، لحظه ما تسمع من يدخل الاسلام ينطق بالشهادتين، هذا الشعور يعني في رحمه جدا كبيره. نعم. يا ريت تصف لنا هذا الشعور لما يوقف قدامك هذا الانسان وينطق بالشهادتين. سبحان الله. شفت البورصه؟ بورصه ساعات تقوم جرس ترى صار شيء كبير. احنا في مكاتبنا لما نقعد نسولف عندنا اجتماعات وهذا، بعدين يدخل واحد يقول اشهر اسلام اشهر اسلام، لا لا يطلعون كلهم يركضون يشوفون هذا الشخص اللي يشهر. هذا الشخص لما يقف امامك ويقول يطلق الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واحيانا تدمع عينه صحيح يفتح أمامك مجال مسؤولية كبيرة. يعني هذا بداية المشوار، خلاص هذا بداية المشوار. هذا الشخص لازم أنا أخذ بيده وأعلمه وأفهمه وأعرض عليه الدين الصحيح وأمشي معاه مشواره لآخره إلى أن يطلع وفاهم الدين، خلاص بعدين يعني يمشي هو. بعض كثير منهم صاروا دعاة، صحيح هم نفسهم يعني كان يعني عندنا دعاة ما شاء الله أسلم على أيديهم مئات الأشخاص ما شاء الله، وهو كان يعني بعيد عن الدين. لكن أنا أريد أقول حنا يهمنا أيضا أن حتى اللي ما يسلم يتعرف عن الإسلام. صحيح. أنا أقول عندنا في التعريف لو كل شخص يدخل الكويت ما يسمع عن الإسلام بوجهه الصحيح المتسامح، هذا تقصير من عندنا. أنا قصر حق علينا أن يسمع عن الدين، وبعدين بينه وبين الله سبحانه وتعالى كيف هو. لكن هذا الدين يجب أن يبلغ، صورة الدين هذه يجب أن تنشر أمام العالم بالصورة الصحيحة السليمة. نعم. كما قيل له الدين أخلاق. نعم نعم، هذا أهم شيء. تواصل وياكم إن شاء الله موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل. أي نعم، إحنا عندنا ويب سايت وعندنا طبعا رسائل يومية تنزل للناس في التذكير في لجنة التعريف بالإسلام. نعم. ممتاز. عساكم على القوة إن شاء الله. قواك الله وكل الشكر لك أستاذ فريد، شرفتنا في صباح الخير الكويت. الله يا حياتك. الله يسلمك. الله يحييك إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ فريد العوضي مدير عام لجنة التعريف بالإسلام. وبتودينا عبد الرضا، راح ناخذ فاصل إن شاء الله ونستكمل معكم فقرات صباح الخير الكويت. إحنا وياكم الساعة 8، خليكم معنا. أقامت الهيئة العامة لشؤون القصر يوم أمس حفل تكريم المتفوقين المشمولين برعاية الهيئة من الموظفين المثاليين والموظفين المتقاعدين. راح نشوف هذا التقرير مع بعض. الحقيقة هذا الحفل يأتي من إيمان الهيئة ومجلس إدارتها بأهمية التحصيل العلمي لأبنائنا القصر، وعن سنة عن سنة يزيد عدد المتفوقين، حيث بلغ في هذا العام عدد المتفوقين 680 متفوق ومكرم. احنا الحقيقة يعني ندعم جهود الأسر
في تحصيل وتفوق أبنائهم. لذلك احنا نقيم هذه الاحتفالية في كل سنة من أجل يعني إن شاء الله تقديم جيل واعد لدولة الكويت ومواطن صالح يخدمها بإذن الله. يشرفني ويسعدني صراحة أن احنا نخدم أبنائنا القصر، هذه الفئة اللي تستحق منا كل التقدير والخدمة، وهذا الحفل الصراحة تم لهم حق أبنائنا القصر وكذلك للمتقاعدين والمتفوقين من أبنائنا القصر وكذلك موظفينا المثاليين. مشاهدي الكرام، ما صب عليكم الخير وصب على الزملاء في الاستوديو كامير شاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتيه. مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في المؤسسه العامه للمعلومات المدنيه وعندهم مشروع البنيه التحتيه للمفتاح العام، التوقيع الالكتروني والتوثيق. راح نتكلم ان شاء الله عن التوقيع الالكتروني، راح يهم هذا الموضوع المواطن والمقيم. كذلك راح نتكلم عن أمور أخرى تخص البطاقة المدنية وتخص المواطن والمقيم في هذا الموضوع. كذلك راح نتكلم عن تعديل الاسم اللاتيني في جوازات المقيمين، لبعض الأمور اللي حصلت بالسابق راح تتعدى إن شاء الله خلال الفترة القادمة. راح يكون إن شاء الله معنا بعد غير الأستاذ منصور أحمد المدن، نائب المدير العام لشؤون النظم وتقنية المعلومات بالمؤسسة العامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية. راح نرجع إلى زملائنا ونرجع إن شاء الله نتواصل معكم من هذا الموقع من جنوب السرة من المؤسس الهيئة العامة للمعلومات المدنية. حياكم الله من جديد مشاهدينا. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يمثل الصيام لبعض المرضى فرصة لضبط النفس والتخلص من عادات غذائية سيئة بسبب الوضع الصحي الخاص فيهم. وهناك شروط وقواعد للصائم المصاب بمرض السكري خلال الأمساك والإفطار في رمضان. أكيد خلونا نتعرف على كل هذه التفاصيل والحيثيات مع الدكتور نور النباري اختصاصي طب العائلة. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا. حياك الله. موضوع وايد مهم، السكر ورمضان جدا. وإن شاء الله يستفيدون مرضى السكر من هالمعلومات. بلا شك راح نتكلم أكثر وحديثنا بيكون أجمل بعد هذا التقرير. يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة في العالم، لذلك وضع بعض أطباء السكر في العالم بعض القواعد والخطوط الاسترشادية العالمية لكي يتمكن مريض السكري من الصيام بدون مشاكل صحية. ومن المخاطر المحتملة عند الصيام انخفاض السكر في الدم أو ارتفاعه أو الجفاف أو تجلط الدم، فمرضى السكري الأكثر عرضة لمخاطر الصيام هم الذين يتعرضون لانخفاض حاد في مستوى السكر. لذلك فمن الضروري أن يقوم مريض السكر بقياس مستوى السكر في الدم عدة مرات يوميا، خصوصا لمرضى السكر الذين يحتاجون للأنسولين.
حياكم الله من جديد مشاهدينا وحياة الله معنا دكتور نور. الله يحييك. دكتور نور خلاص يعني رمضان حليد سهل وبيطب علينا إن شاء الله مع كل أسبوع الجاي بإذن الله. بإذن الله. فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. آمين. وأكيد في وايد إشكاليات كثيرة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة اليوم. صح. بس بنركز على مرضى السكري تحديدا وتأثير هذا المرض على الصائم في هذا الشهر. هو مرض السكر في نوعين رئيسيين. نوع السكر النوع الأول وسكر النوع الثاني. اليوم أنا بركز على النوع الثاني من السكر. حلو. مرض السكر النوع الثاني إذا جينا نعرفه هو عبارة عن لما الجسم يبدي خلايا الجسم تقاوم الإنسولين وبعدين يتأثر إفراز الإنسولين بالبنكرياس فما ينفرز بالشكل المطلوب. صحيح. عادة هذا النوع له علاقة بالوزن الزايد والسمنة والعادات الغذائية السيئة. صحيح. والوراثة، عامل الوراثة هنا وايد كبير في النوع الثاني من السكر. عشان شهر رمضان إن شاء الله الله يبلغنا شهر رمضان وفي وايد تعليمات خاصة حق مريض السكر النوع الثاني. تمام. من أهمها المفروض يراجع دكتور العائلة قبل. صحيح. شهرين من رمضان. صحيح. على شهرين أساس. ها؟ شهرين المفروض بس الحين ما يمدي. صحيح. لكن أكيد تقدرون تروحون حق طبيب العائلة على أساس يتم تقييم حالة المريض الصحية. حلو. وهنا عندنا في المستوصفات نفس اللي مسوينا مركز الخالدية مسوين استبيان تقييم مقدرة مريض السكر على الصيام. صح. هني نقيم المريض إذا هو يقدر يصوم رمضان ولا ما يقدر. ما يقدر. في الغالب إذا هو من النوع الثاني سكر. نعم. النوع الثاني إنزين وياخذ مخفضات السكر اللي تأخذ بالفم أو يأخذ الأنسولين الثابت مثل اللانتوس اللي متوفر في وزارة الصحة أو أنه يتبع بس نظام تغيير حياة. هذا يقدر يصوم إن شاء الله ما في مانع. لكن في ناس ما يقدرون يصومون خاصة إذا هم عندهم السكر النوع الأول أو عندهم نوبات هبوط في السكر متكررة وهذا يعرضه حق الخطر. صحيح. فيفضل أنه ما يصوم. عشان كذي شوفوا الاستبيان مجرد أنه يسوي تيك حق الأسئلة. صحيح. وهذا مثل ما قلت متوفر في مستوصف الخالدية. بس الخالدية وباقي المستوصفات إن شاء الله موجود في المراكز الباقية. بس هذا من إعداد دكتورة هيام العثمان ودكتورة سارة الحموري فجزاهم الله خير ما قصروا وسووا هذا الاستبيان. يعني قواكم الله بصراحة ونتمنى الكل اللي راجعون يروحون مراكزهم الصحية ويسوون هذه الاستبانة حتى إن شاء الله يشوفون مدى قدرتهم إنهم إن شاء الله يصومون في رمضان. هو الصيام يعني صدق إنه يعدل في الجسم كثير ويعدل وايد أمراض لكن في ناس ما تقدر تصوم فعشان كذي ترووا وابتعدوا عن الأخطار ممكن تصيبكم من وراء الصيام. دكتور نور يمكن بعض الأوقات يكون مرض السكر شرس جدا شرسي. على صاحبه متى يكون أكثر شراسة متى يكون أقل شراسة بالنسبة له أثناء فترة الصيام؟ أول لما تقولين شراسة يعني خلينا نوضح إن يعني على حسب الأعراض اللي ممكن تصيب الإنسان بسبب مرض السكر. فعندنا مثلا السكر ممكن يسبب ارتفاع يعني في ارتفاع في السكر إذا هو ما يأخذ أدوية أو مو منتظم على أدوية وهذا بحد ذاته يسبب أعراض مثل الصداع تكرار الذهاب للحمام المريض هني يحس نفسه أنه هو لا مثلا ممكن يكون في ارتفاع السكر في النوع الأول يسبب مثل ريحة أسيتون أو ريحة مثل الفاكهة تكون من الفم ففي أعراض معينة لارتفاع السكر وهذا النوع يحتاج أنه هو صج أنه نضبط السكر عدل على أساس أنه ما تصير فيه آثار جانبية على الأعضاء الرئيسية مثل الكلى والعين. صحيح. والقلب. بالنسبة حق الشيء اللي نخاف منه وخاصة في شهر رمضان هو هبوط السكر. إيه وهذا خاصة مع الناس اللي يأخذون الإنسولينات. في إنسولينات تشتغل على المدى الطويل نفس اللانتوس هذه تثبت السكر وتخلي مستوى ثابت. نادر ما يصيب معه هبوط في السكر لكن هم ما زال يعتبر إنسولين وإذا كان المريض ما قاعد يعتني بوجباته الغذائية وما قاعد يتبع تعليمات الطبيب هني لا هني ممكن يتعرض حق هبوط في السكر فأنا أنصح أي مريض يأخذ له إنسولين ضروري إنه وناوي إنه خلاص يعني إن يقدر يصوم إن شاء الله يقيس السكر ماله بانتظام مثلا يقيس السكر أول ما يقوم من النوم يقيس السكر حزة الظهر قبل الفطور بعد الفطور وبعدين يقيس السكر قبل النوم إذا حس بنوبات انخفاض في السكر يحس برجفة ممكن في تنميل حوالين الشفايف يحس بدوخة
هو طبعا طبيعي ان الانسان برمضان يحس بجوع شديد وهذا شيء طبيعي، لكن اذا هو صدق يعني مريض السكر ويحس بجوع وايد لازم يقيس السكر. وتصير رجفه شوي، هذه شوي تخرع الواحد. إيه. فهني ضروري انه يقيس السكر، او اذا هو عارف نفسه عارف جسمه انه في هبوط في السكر ضروري انه يحط معه احتياطات مثل عصير كيديدي او عصير او قند شكر. المهم انه يرفع السكر. المهم انه يرفع السكر بسرعه. حلو. طيب شنو العادات السيئه جدا اللي يتبعها مريض السكر يعني رغما عنا او بصدع ايدينا كما يقال؟ صح، هو في عادات سيئه جدا. يعني لما تشوف الجيمات قدامنا اكيد يعني ما نقول لا. إيه خاصة الكبار بالسن شوية ما نقدر نسيطر عليهم. بس في ناس حسب بالهم لأنه يعني مثلا التمر شيء طبيعي ومفيد، لكنهم يمكن يأكلون 10 حبات تمر، ما يصير. أنت مريض سكر فلازم الاعتدال في الأمور حتى في الأشياء الطبيعية الموجودة. فممكن تكسر صيامك بتمرة أو تمرتين أو 3، بس لا تأكل 10 20 أو تسوي تمرية حس بالك عادي تاكل 3 كفاش منها انه عادي شيء طبيعي. لا هو يمكن يرفع السكر بنسبة كل ممنوع مرغوب، يعني خاصه هم اصحاب مرض السكر سبحان الله، يعني الشيء اللي يقول لهم لا يروحوا لسيسيده وياكلونه. فان شاء الله اتمنى يعني يضبطون نفسهم في هذا الشهر، مع انه سبحان المغريات كثيره بس اتمنى ادويتكم لازم يضبطون ادويتهم في هذا اللي بنتكلم عنه الحين ضروري. هذا الجدول خلينا نتكلم عنه اللي موجود على الشاشه الحين. إيه دكتور نور، هذا الجدول من اعداد دكتور عباس معرفي تحت اشراف دكتوره فتوح الجاركي من مركز الخالديه. قاموا مشكورين في عمل هذه الجداول او التعريفيه حق المرضى، والادويه هذه كلها متوفره في وزاره الصحه الكويتيه. حلو. عندنا اول شيء بالنسبه حق حبوب الجلوكوفاج، هي حبوب وايد ناس ياخذونها، معروفه في منظم السكر. صح. الزين في هذه الحبوب اذا هي انوخذت بروحها ما تسبب اي مشكله في هبوط السكر ان شاء الله، لان هي ما تشتغل في ان هي تنزل السكر، هي تنظم السكر وتنظم استيعاب خلايا الجسم للانسولين. صح. فممكن ياخذ مثلا اذا كان ياخذ حبه واحده في اليوم ياخذها حزه الفطور. حلو. اذا حبتين ياخذ واحدة عند الفطور واحدة عند السحور، إذا كانوا 3 ياخذ 2 عند الفطور وياخذ واحدة عند السحور، وإذا كان ياخذ الجلوكوفاج XR اللي هو طويل الأمد ياخذه نفس ما هو تعود عليه. حلو حلو. وبالنسبة اللي ياخذون الأبر الأنسولين وغيرها؟ إي أبر الأنسولين هني لازم إن احنا نراجع الخطة مع الطبيب المعالج، هذا رقم 1. في الغالب ان جرعه مثلا اذا كان القصير الامد يحذف طبعا جرعه النهار ما ياخذها، ياخذ جرعه الغداء عند الفطور. حلو. ياخذ جرعه العشاء عند السحور، لكن ممكن يقللها بنسبه 25 الى 50% على حسب قراءات السكر مالته اللي قاسهم قبل شهر رمضان. صحيح. عشان كذي احنا نقول لازم تراجعون الطبيب قبل شهرين من رمضان. لكن الحين لأنه ماكو وقت، بس ودوا جداولكم قياساتكم اللي قاعد تاخذونها حق دكاترتكم، خلي يشوفون السكر التجسسي ومن خلالها يقدرون ينظمون إبر الأنسولين على حسب هذه النتائج. في إبر أنسولين يعني تنوخذ مثلا على مدى طويل في مرتين في اليوم، وهم نفس الشيء. مهم أن إبرة عند السحور هذه تقلل على حسب نسب السكر مالت المريض بنسبة 25 إلى 50%. طيب دكتور نور، يمكن تحكينا مرة عن سالفة زيادة نسبة الأنسولين. أي. على حسب الكمية الأكل اللي بناكلها. صح. فممكن أزيد الجرعة لأني أنا باكل شيء دسم اليوم، ممكن أقلل، أنا ماشية على دايت معين فما راح أخذ الكمية المعتادة لأن ما راح تخليني مثلا يصير معي هبوط ولا شيء، انا قاعد اكل كميات جدا قليله. فياريت نوضح هذه السالفه حق اللي مثلا يبي ياكلون مثلا بوجبه الفطور او السحور، شلون ممكن يزيدون الجرعه او يقللونها. هو وايد مهم هني ان الدكتور المعالج يشرح بالضبط شلون طريقه انه يعدل السكر السريع، غزي سوري الانسولين السريع. صح. الانسولين السريع هذا احنا نعلم المريض ونثقفه انه اوكي الجرعه ممكن انت تضبطها على حسب الوجبه مالتك، لكن صح. مو دائما ينفع هذا الشيء. فمثلا اذا من الحين قبل رمضان ممكن شي يسوي المريض يجرب يصوم يومين في شعبان. حلو. يصوم مثلا يومين ويشوف شلون السكر ماله يتقلب خلال الصيام. تجربه فمثلا انه يشوف سكره قبل الفطور شلون صاير.
بعد الفطور شلون صاير، وبناء عليه ممكن احنا نعدل جرعات رمضان ان شاء الله. حلو. فانا اقول حق كل شخص اذا تبون ان شاء الله يعني انتم قادرين تصومون شهر رمضان ان شاء الله تراجعون طبيبكم المعالج وحزتها هو راح يقرر شلون تعدلون ابر الانسولين باذن الله. جميل جدا، يعني هذا اللقاء الجميل وهذه التوضيحات الاجمل منك دكتور نور. نحتاج الى نصائح ممكن تقدمينها وارشادات ايضا من خلالها نحرص على المشاهدين خاصة أصحاب مرضى السكري تحديدا، شنو هم ممكن من احتياطات يأخذونها حتى يمر عليهم هذا الشهر بسلاسة وسلام ويصومونه وهم مرتاحين؟ وايد مهم عندنا أن أنتم تعرفون شنو يعني هبوط في السكر. فإذا أنتم ما تعرفون شنو يعني هبوط في السكر راجعوا طبيب العائلة هو راح يشرح لكم. في ناس إحنا نخاف عليهم من مرضى السكر أنهم ما يحسون بهبوط السكر، صح، ما يعرفون أنه حاشم. تدرين ليش؟ لأن من كثر ما السكر عندهم غير منتظم دمر الأعصاب المسؤولة على الإحساس بهبوط السكر، فما يصير وما يحسون شنو يصير، ما يحسون أنهم عندهم هبوط، وهذا وايد خطر لأن حالة هبوط السكر تعتبر حالة طارئة ممكن تعرض الإنسان للوفاة. صح. فعشان كذي لازم إحنا نحرص عليهم. تقيسون سكركم الحين قبل رمضان بقياسات منتظمة خاصة إذا أنتم تأخذون أنسولين، وتراجعون طبيب العائلة في القراءات مالتكم علشان ان نعرف ونقيم حالتكم اذا انتم قاعد يصير معاكم هبوط ولا لا. فبليز اذا انتم يصير معاكم هبوط معناته السكر تقريبا تحت الأربعة ملي مول بير لتر. اذا كان تحت الأربعة معناته هذا هبوط في السكر، وقولوا حق دكتوركم وان شاء الله يعطيكم التعليمات اللازمه باذن الله. يعني ضروري التواصل مع طبيبكم، طبيب العائله الموجود أكيد. في المستوصفات ووزاره الصحه ما قصرت موفره كل الامور اللي ممكن تحتاجونها، فبالتالي ما عليكم الا تروحون شويونه وتقعدون معاه وتاخذون التفاصيل الطيبه حتى تصومون رمضان وانتم سعيدين. انا وايد شاكره لك دكتور نور ويانا في صباح الخير الكويت على هذه المعلومات اللي فتينا وفتاكد المشاهدين من خلالها. ان شاء الله شكرا ما قصرتي. يا حياه ان شاء الله وعساك من عواده يا رب. امين. شكرا جزيلا للدكتوره نور النباري اختصاصي طب العائله، ونروح معاكم الحين لنجيب القحطاني نشوف ايش عنده. مشاهدي الكرام اصب عليكم للمره الثانيه، اصب على غاده واصب على عبد الرضا وكل مشاهدي الكرام اللي تابعونا في برنامج صباح الخير. مثل ما احنا بلغناكم قبل قليل احنا موجودين في الهيئه العامه للمعلومات المدنيه ومشروع البنيه التحتيه للمفتاح العام والتوقيع الالكتروني والتوثيق، وهذا شيء مهم للمواطن والمقيم. راح نتكلم عنه مع الاستاذ منصور احمد المدن نائب المدير العام لشؤون النظم وتقنيه المعلومات في الهيئه العامه للمعلومات المدنيه. استاذ منصور صباحك الله بالخير ويعطيك العافيه وعساك على القوه. صباحك الله بالخير ونحييكم في الهيئه العامه للمعلومات المدنيه. استاذ منصور ودنا نتكلم يعني عن التوقيع الالكتروني والمشروع البنيه التحتيه للمفتاح العام. هذا التوقيع الالكتروني يهم شريحه كبيره من المواطنين والمقيمين، ودنا نتكلم كذلك في البدايه عن الحديث حول قانون 20/2014 المتعلق بالمعاملات الالكترونيه. نعم، هو منذ صدور قانون المعاملات الالكترونيه 20/2014 اوكلت الماده 23 منه الى الهيئه العامه للمعلومات المدنيه لبناء واداره البنية التحتية للمفتاح العام أو ما يعرف بـ Public Key Infrastructure BKI، وهي منظومة أمنية للتعاملات الإلكترونية يتم من خلالها إصدار توقيع إلكتروني وتعريف الفرد في العالم الغير ملموس، وهذه تتيح لجميع المعاملات الإلكترونية بأن تكون آمنة ما بين مقدم الخدمة الإلكترونية وبين الفرد طالب الخدمة الإلكترونية. تكون الهيئة في يعني الجزء الثالث اللي هو يوثق طالب الخدمة إلى مقدم الخدمة الإلكترونية. نعم، لو نتكلم عن طريقة التوقيع الإلكتروني والحصول عليه. نعم، بالنسبة حق التوقيع الإلكتروني طبعا لابد يكون عندك أنت بطاقة مدنية صالحة ذكية وتتقدم إلى ويكون عمرك 18 سنة فما فوق، وتتقدم إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطلب التوقيع الإلكتروني. الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقوم بتوقيعك على وثيقة لتتعهد فيها أنك أنت تحافظ على هذا الرقم السري في البطاقة المدنية، وكذلك يتم إصدار التوقيع الإلكتروني من خلال
البطاقة داخل الشريحة الإلكترونية، ويتم يقوم الشخص بإدخال الرقم السري الذي يعني هو الذي يعطي الفرصة للدخول للمعاملات الإلكترونية. وقعنا وخلصنا وسوينا توقيع إلكتروني، نبي الفائدة من هذا التوقيع الإلكتروني؟ ما في شك، هو دخول آمن لكل المعاملات الإلكترونية، ويتيح للحكومة، هي أساس الحكومة الإلكترونية، يتيح لها الاستغناء عن الورق من خلال الدخول الآمن للفرد إلى المعاملات الإلكترونية. يعني يسمح أو يعطي فرصة للجهات الحكومية للربط البيني من خلال دخول الفرد في المعاملة الإلكترونية، وذلك يعني يكون العملية تأكدت من الفرد من خلال توثيق المعلومات المدنية وتبادلة ريكورد اللي هو السجل الإلكتروني من وزارة سين إلى وزارة صاد بدون ما تطلب ورق للشخص. كذلك هو توفير الوقت وإتاحة الخدمة خلال يعني 24 ساعة في اليوم في 7 أيام، لأنه نظام إلكتروني فما في داعي تلتزم في العمل. فائدة أخرى جانبية اللي هي راح يؤدي إلى تخفيف الزحمة في الشوارع، ما في داعي ينتقل الشخص من بيته من مكانه إلى مقر أو مبنى الجهة مقدمة الخدمة الإلكترونية، فلذلك يعني راح يكون في خدمة عن بعد من دون حضور الشخص إلى الجهة. يعني أستاذ منصور أحمد المدن، نائب المدير العام لشؤون النظم وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يعني هل إن شاء الله خلاص راح ننسى الأوراق؟ ما له داعي في الأوراق، خلاص مجرد أن التوقيع الإلكتروني راح يربطني مع جهات كثيرة، راح يسهل لي أموري، راح يعني معاملاتي خلاص تكون أخلصها كلها عن طريق الحاسب الآلي. هذا المفروض، لأنه مثلث يعني متكامل، يعني في جهة تقدم خدمة إلكترونية وهذا هو الأساس، وفي جهة تعرف الشخص في العالم الغير ملموس وهي هيئة المعلومات المدنية، والشخص نفسه يكون عنده توقيع إلكتروني بحيث يقدر يعرف نفسه. فإذا اكتمل هذا المثلث، نعم ممكن أن نقول أن العملية يعني راح تتم بهذه الصورة بطريقة آمنة بطريقة إلكترونية، يكون تبادل فيها البيانات. والحمد لله يعني مؤخرا رأينا أن بعض الجهات الحكومية بادرت بإنشاء ويعني أجهزة خدمة ذاتية لتقديم خدمات إلكترونية تتم من خلال إدخال البطاقة المدنية الذكية في جهاز خدمة ذاتية وإدخال الرقم السري. طبعا هذا راح يكون يتواصل مع المنصة اللي أنشأتها الهيئة، منصة التوثيق للفرد، وبعدها يعني تتأكد الجهة من الرقم السري ويتم عملية الربط وتقديم خدمة إلكترونية. صاد منصور كذلك، يعني هل لازم أعمل يعني التوقيع الإلكتروني عندكم هنا في جنوب السرة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو في أقسام أخرى أخف عليكم على الأقل الزحمة؟ نعم، هو حاليا في مقر الهيئة في قسم التسجيل الخاص يحضر الشخص ويطلب إصدار التوقيع الإلكتروني، وكذلك مكتب الهيئة للمعلومات المدنية في مبنى التأمينات المبنى الرئيسي للتأمينات. لو ننتقل الآن بخصوص، احنا حسب ما نعرف ان قبل الهواء قاعد تسولف انا معاك بخصوص ان اصدار 18 الى 23 الف بطاقة يوميا، والتسليم بحدود يوصل الى خلينا نقول 18 الف بطاقة تسليم، هذا يعمل زحمة كبيرة. احنا قاعد نشوف ما شاء الله يعني تحاولون تسهلون المعاملات على المواطن والمقيم. نعم هذا طبيعي بالنسبة لها، لكن الفترة الأخيرة بعد إلغاء الملصق الإقامة يعني ارتفع معدل الإنتاج والتسليم إلى الضعف، ويعني يوجد عندنا احنا في المقر الرئيسي وفرع الهيئة في الجهرة وكذلك جمعية الفيحة لمحافظة الأحمدي، وقريبا إن شاء الله راح يكون محافظة مبارك الكبير في القرين حكومة مول. أستاذ بسؤال بأقل من دقيقة وخصوصا المعلومات المدنية، الآن تعديل الاسم اللاتيني للمقيمين إلكترونيا، احتمال راح تركبون مثلا أجهزة قارئ جديد وفي مراكز الخدمة أو في الجوازات، وده بس مجرد بخصوص تعديل جواز إلكتروني بأقل من دقيقة لنوضحها للمشاهد الكريم. نعم، يعني الفترة الأخيرة بعد ما تم إلغاء ملصق الإقامة في جوازات الوافدين والاستعاضة عنا بالبطاقة المدنية،
يعني صار لزاما على الوافد أن يتأكد من اسمه العربي واسمه اللاتيني، وبالنسبة حق موضوع رقم الجواز يكون مطابق لجوازه. فلاحظنا في الآونة الأخيرة مع أنه يعني في أكثر من خطوة ممكن يتأكد فيها الوافد من اسم اللاتيني، إلا أن اكتشف أن في بعض الناس ما تنتبه وتصدر البطاقة وتشتكي من اختلاف الاسم اللاتيني أو رقم الجواز من في البطاقة من منها في الجواز. فكذلك يعني إحنا أطلقنا خدمة أنه يمكن الفرد أن يستعلم، وإذا اكتشف أنه في خطأ في الاسم اللاتيني أو رقم الجواز ممكن يحمل صورة صورة جوازه إلى موقعنا، الموقع اللي هو خدمة البريد الإلكترونية. يعطيك العافية السيد منصور أحمد المذن، نائب المدير العام لشؤون النظم وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا الحي المباشر من جنوب السرة ومن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. راح نرجع إلى قادة ونرجع لعبد الرضا لتكملة الفقرات المفيدة والمتميزة لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا. اليوم في صباح الخير يا كويت راح ناخذكم إلى منطقة عريقة يزيد عمرها على 2000 سنة، لعل البعض ما يدري هذا الموضوع. مدينة جميلة تميزت بجامعة السوربون وأيضا بصحف اللومون والليفيغارو والليبرسيون وأيضا غيرها طبعا من الأماكن الجميلة فيها، مثل قصر فرساي ومتحف لوف وأيضا برج إيفل تاور اللي هو طبعا احنا نسميه إيفل تاور لكن هو إيفل تاور وغيرها طبعا. المهم هذه العاصمة الفرنسية باريس تطل دائماً على زوارها ببهاء وجمال ما بين الثقافة والجمال. تتغيجولي خلينا نشوفها مع بعض. باريس هي عاصمة فرنسا وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، تقع على ضفاف نهر السين في الجزء الشمالي من البلاد. ظلت باريس منطقة فائقة الأهمية لما يزيد عن 2000 عام، وكانت مسرحاً للعديد من الأحداث السياسية الهامة مثل الثورة الفرنسية. أما في الوقت الحاضر فإنها تعد واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والثقافية ذات التأثير الهام في السياسة والعلوم والترفيه والإعلام والأزياء والفنون، مما جعلها واحدة من مدن العالم الرئيسية، وهي واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم، كما أنها مقر لمعظم الشركات الفرنسية. تمتلك باريس مجموعة متنوعة من المتاحف والمسارح والمعالم الأثرية التي بنيت على مر القرون، مثل برج إيفل وقوس النصر ومتحف اللوفر وقصر فرزاي، وهي إحدى أكبر مراكز الفن في العالم باحتوائها على عدد كبير من المتاحف التي تضم لوحات لأبرز الفنانين العالميين، كما أن لمطبخ المدينة سمعة عالمية حيث تستقطب أشهر الطهاة على مستوى العالم. تضم باريس وضواحيها أرقى المدارس والجامعات الفرنسية، كما تحتوي على مقرات أكبر للصحف الفرنسية مثل لوموند، وهي مقر لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم. تحتوي المدينة على مطارين دوليين رئيسيين هما مطار شارل دي غول الدولي ومطار باريس أورلي. أما اسم باريس فهو مستمد من سكانها الأوائل وهم إحدى قبائل الغال ويعرفون بباريسي. يعتقد أن اسم باريسي يأتي من الكلمة السلتية باريسو التي تعني الشعب العامل أو الحرفيون.
حياكم الله من جديد. تفتتح غدا فعاليات الملتقى الأول الذي تقيمه المنظمة العالمية لحماية حقوق الطفل، والذي يهدف لترسيخ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تعزيز القيم والمحافظة على الهوية الاجتماعية. المؤتمر يقام على مدى يومين تحت عنوان الجريمة والتنمية المستدامة، المعوقات والحلول، ويشمل عددا من الفعاليات والنقاشات نتعرف عليها من خلالها طبعا مع ضيفنا الكريم الأستاذ عادل راشد عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لحماية الطفل. صباحك بخير وحياك الله. صباحك بخير أخوي، حياكم الله الله يعطيكم العافية. وياك إن شاء الله. شاكرين لكم والله والاهتمام، وصراحة بداية المقدمة كانت جدا رائعة، أن شيء من يعني شيء سامي ان حضره صاحب السمو يحقق ان شاء الله، ونبي تفاصيل اكثر ان شاء الله ان شاء الله بعد هذا التقرير، ونتواصل مع ضيفنا الكريم. منظمة حماية حقوق الطفل منظمة عالمية إنمائية تعمل في مجال حماية حقوق الطفل، ومعروفة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة. تأسست في عام 1946 في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتقتصر خدمات المنظمة على المشاركة في تقديم معونات مالية وفنية في عدد من المشاريع التي تغيث الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أنها تحقق بطرق غير مباشرة المبادئ التي أوصت بها المواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل. وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 1965. حياكم الله من جديد، وحياك الله معنا أستاذ عادل، شرفنا من جديد في صباح الخير يا كويت. الله يسلمك. قبل أن نتطرق حق هذا الملتقى المنبثق عن المؤتمر اللي سبقه، خلنا نتكلم عن اللجنة المنظمة لحقوق الطفل بشكل عام، أهميتها ودورها. إن شاء الله. صراحة المنظمة العالمية تأسست سنة 2014 في العاصمة الأوروبية بروكسل بلجيكا. صراحة يعني كان الحاجة الأساسية لتأسيس المنظمة يعني الظروف اللي تمر في العالم فيما يخص الطفل. صحيح. صراحة يعني كان أحداث يعني تعصب في صراحة المتضررين من الأطفال كان عدد هائل جدا، طبعا هذا حسب التقارير الدولية، وطبعا الحروب والأزمات الاقتصادية تعصب، هذا يعني يكون يعني في حاجة ماسة لتكون المنظمة ان انشئت لهذا الهدف، لان فيما يخص الطفل والحماية ويعني رعاية الأطفال صراحة المتشردين. نعم. رعاية الأطفال يعني بحاجة المحرومين من التعليم بسبب الحروب، صراحة في الحالات العنف اللي تعرض لها الطفل في العالم، هذه من أهم وأساسيات يعني عمل المنظمة. أيضا العنف الذي يقع على المرأة أيضا، يعني تعرف المرأة وهي الأم هي يعني الأساس. صحيح. يعني العائلة، بحيث أن كانت الأم إذا كانت تعرض للعنف هم نفس الشيء هذا يأثر على أطفال فإن شاء الله كان في كذا يعني الأمور. وطبعا في عندنا شغله مهمه جدا هو افتقاد يعني الله الشيطان المنظومه الحقوقيه والقانونيه يعني غير متوفره حق الاطفال بشكل كبير يعني. نعم. فان شاء الله المنظمه راح تكون ان شاء الله قادره على انها تنظيم هذا ان شاء الله. اذا اهداف عديده، ويا ترى ما هي الاليات اللي تعملون من خلالها لتنفيذ مثل هذه الاهداف؟ والله شوف الاليه يعني المؤتمر الأول اللي عقد يعني في فبراير 2019 تحت رعاية معالي وزير الإعلام جزاه الله خير السيد محمد الجبري، كان جدا رائع وناجح، وكان وتم إصدار كتاب يضم 30 بحث فيما يخص
الطفل ممكن الاستفادة من في الجامعات والدراسات. وهذا صراحة العمل عمل يعني علمي بحث، يعني في إن 30 بحث في خص الطفل موجود الآن. الكتاب تم إصدار الكتاب الحمد لله وتم تسجيله، وإن شاء الله راح يكون متواجد في الجامعات وموجود على موقع المنظمة إن شاء الله بإذن الله. أستاذ عادل، بالنسبة لهذا الملتقى وأهميته اللي طبعا تنبثق ويمكن نلمسها من العنوان اللي هو الجريمة والتنمية المستدامة المعوقات والحلول، أهمية هذا الملتقى اللي خلتكم تقيمونه من بعد التوصيات اللي خرجتوا منها من المؤتمر؟ صراحة يعني المجتمع ودولة الكويت إن العنف اللي قاعد يحدث على الطالب على الطفل آسف جدا يعني شيء يعني من أهم أساسيات العمل المنظمة هو حماية الطفل. صحيح. في الملتقى راح يكون إن شاء الله عندنا 19 ورشة عمل فيما تخص الطفل، تخص الأسرة، تخص المجتمع، تخص القيادة في الصف، أمور تتعلق في المرأة. صراحة وهم بعد أحب أشكر وزارة الداخلية مع الوزير الداخلية صراحة على دعمه وتوفير لنا مجموعة من الضباط لإلقاء المحاضرات الأمنية. جميل. وخاصة الجرائم الإلكترونية. كل هذه الورش موجودة في الملتقى بالإضافة إلى كلية التربية الأساسية وجامعة الكويت، ومشاركة صراحة عندنا أخواننا من دول مجلس التعاون، دولة قطر، عمان، الإمارات، البحرين، صراحة يعني السعودية، يعني جميع الدول الخليج مشاركة معنا، حتى من جامعة أمريكا عندنا الأستاذة حسنة. حلو. وفي عندنا يعني من أوروبا بعد في مشاركين ويانا، فجدا يعني إن شاء الله يكون تحقق إن شاء الله الهدف المرجو من الملتقى إن شاء الله. الملتقى بعنوان الجريمة والتنمية المستدامة المعوقات والحلول. نعم. ترى ما هي المعطيات التي ارتكزتوا عليها في الربط ما بين التنمية المستدامة والجريمة؟ والله مثل ما قلت لك إن العنف اللي واقع على الطفل هذا من أهم الأسباب اللي إن خلتنا نقيم هذا الملتقى، ومن توصيات من ما قلت لك المؤتمر الأول. فالطفل قاعد يعنف مثل ما تلاحظون في المدارس، في البيت، في الشارع، في هذه الأمور كلها. طبعا احنا محتاجين إلى رؤية تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو. نعم. فهذا الشيء وشيء عالمي بأنك الطفل لازم يكون في بيئة مهيئة لأنه يكون عضو منتج في المجتمع. صحيح. فهذا السبب الأساسي اللي أنه يعني شفنا أن الطالب يعني صج بحاجة إلى رعاية كبيرة. والعنف قد يولد العنف ويؤدي إلى الجريمة. نعم صحيح. وهذا العنف فيه أسباب كثيرة، يعني كان في الجريمة أو السلوك، الأمور هذه كلها طبعا تأثر على. جميل. أستاذ عادل، يمكن تحكيت وقلت أن هناك راح تكون 19 ورشة عمل راح تكون موجودة، إذا مشاركين من الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا، مشاركات خلنا نقول انترناشنال دولية راح تكون من خلال هذا الملتقى. لكن خلنا نركز شوية على أوراق العمل اللي راح تطرح أيضا من خلال هذا الملتقى والتركيز عليها بالدرجة الأولى، إضافة إلى فعاليات أخرى ممكن راح تقيمونها من خلال هذا الملتقى. والله شوفي، إحنا عندنا 4 جلسات. أول شيء عندنا الجلسة الأولى الدكتورة لطيفة الكندري من كلية التربية، تخص الأستاذ فيصل مقصيد وكيل مساعد التعليم للتربية التنموية والأنشطة في وزارة التربية، ومجموعة من صراحة من الأخوة والأخوات من دول الخليج. هذه الجلسة الأولى تتعلق في العنف اللي واقع في المدارس على أبنائنا الطلبة. في عندنا الجلسة الثانية بعد ودي عشان نكون معاك، الجلسة الثانية راح تكون برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة، وهو من جامعة عين شمس في مصر. وراح يكون مشارك مع الدكتورة وفاء العرادي والأستاذ علي مصبح من الإمارات. حلو. ودكتور محمد طالب من كلية التربية الأساسية، ودكتور مشاري الحسيني من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ودكتورة حنين الغبرة من قسم الإعلام كلية الآداب، والأستاذة حسناء مختار جامعة كلارك في أمريكا. هذه الجلسة الثانية. وفي عندنا بعد الجلسة الثالثة راح تكون برئاسة دكتور سلطان حي الديحاني، رئيس قسم الدراسات في كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت، ويكون فيها العميد دكتور بدل غضوري وزارة الداخلية. حلو.
وعقيد دكتور يوسف الياقوت وزارة الداخلية، والمقدم يوسف المرشد وزارة الداخلية، والمقدم دكتور معاذ سليمان ملة وزارة الداخلية، والدكتور عايد الحميدان وزارة الداخلية. جميل. طبعا في كل ما يتعلق في الجريمة، في حقوق القانوني. الطفل، في العم، في يعني كل الأمور، وطبعا الجرائم الإلكترونية، كل هذول متخصصين من وزارة الداخلية. جميل. راح يكونوا يثرون هذا اللقاء. نعم. وعندنا الجلسة الرابعة راح تكون برئاسة الدكتور ناصر الصانع الأمين العام للمنظمة من جامعة الكويت، والأستاذة علاء السعيد المحامية، والأستاذة المحامية سميرة الموسوي وزارة الداخلية، والدكتور فواز العجمي. طيب على هذه ما شاء الله الجلسات الكثيرة والكم الكبير من المشاركين، كيف تتوقعون التوصيات اللي يعني ممكن توصل إليها من خلال هذا الملتقى، ودرجة الإلزامية في التنفيذ؟ والله شوف، احنا إن شاء الله الإلزامية إن شاء الله راح نكون ملزمين إن شاء الله أمامكم، أمام العالم صراحة، وأمام الكل في توصيات هذا الملتقى، مثل ما بادرنا في تحقيق توصيات المؤتمر الأول. طبعا راح تكون التوصيات جدا هامة وحساسة للطفل. صحيح. وللمرأة والمجتمع بشكل عام، وهذا الشيء راح يكون يعني من البوادر، يعني إن شاء الله أن كمنظمة عالمية نحقق هذه ونسعى إلى تحقيقها في إن شاء الله في المستقبل القريب جدا إن شاء الله، استعدادا للمؤتمر الثاني راح يكون في فبراير العام القادم 2020 إن شاء الله. ونعدكم إن شاء الله راح يكون من خلال العام هذا إن شاء الله نحقق انجاز أكبر إن شاء الله قدر ممكن من ممتاز هذه التوصيات، وخاصة في يعني ما يخص الطفل. وإحنا بانتظاركم إن شاء الله أيضا في المرة القادمة حتى نتعرف على التفاصيل أكثر، وقواكم الله وشكرا على حضورك معنا. وإحنا صراحة ودنا بس في النهاية أن نشكر صراحة وزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة سمو مجلس الوزراء السيد أنس الصالح صراحة على رعايته. صحيح. وهذا شيء طبعا يدعم الملتقى مالنا، وبارك الله فيكم، مشكور حق وزارة التعليم. حياك الله وساعة المباركة. يعطيكم العافية. كل الشكر لضيفنا الأستاذ عادل الراشد، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لحماية الطفل. وبشذي وصلنا لنهاية البرنامج. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لهذا اليوم. أكيد بالبيت العام الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، كنا وبنكون دايم. سلام، أشوفكم على خير. سلام.